مرحبا أصدقائي، اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن الستيرز بالريفت. راح نشوف نحن كيف بنقدر نعمل ستيرز، شو أنواعهم، شو الفرق بيناتهم. راح تكون مقدمة اليوم إن شاء الله، وخطوة خطوة، لأنه الستيرز يعني بده أكثر من فيديو لحتى ينشرح عنه الحقيقة، وموجود يعني فيه كتير شغلات، فلهيك ما راح أقدر أعمل فيديو واحد فقط عنه. راح أفتح ملف جديد، راح أسكر طبعا هذا الملف. له نيو 1 architectural 1 metric architectural and then okay open. اول شيء راح اغير اليونت للسنتيمتر. اوكي، حاليا موجود عندي الستيرز بقائمه الاركتكتشرال تاب، موجود عندي هون. طبعا فيني اعمل له شورت كات اس تي، ولكن الاس تي كمان لانه له علاقه بالسناب، ف ممكن يطلع عندي مشاكل يعني بعدين، ولكن anyway فينا دايركتلي نوصل له من هون. مثل ما انا شايف وقت اللي بفتح القائمة في عندي الكومبوننتس، قائمة الكومبوننتس مع موجود فيها الأنواع الجاهزة دايركتلي بقدر أرسمها، وفي عندي الران لاندنج السبورت. هلا بنشوف نحن شو يعني، إن شاء الله راح نتعرف على كلياتهم. الاوتوماتيك لاندنج اجين معلوم موجود عليها اوتوماتيك او تشيك دايركتلي. الاكشوال رين ويث الران ويث هي 100، وقت اللي بقعد ارسم هذا العرض هو 100، والاوتوماتيك لاندنج هي وقت اللي بعمل دايركتلي هيك، فهو دايركتلي عمل هاي اللاندنج مثل ما اني شايف. طبعا هذا لاني دايركتلي عامل الران. الاوفست طبعا اذا بدي يكون في اوفست من الرسم تبعي. السنتر او اللفت او الليفت او الرايت هو الخط الموجود مثل ما انا شايف. انا اول شيء هذا لازم اقول له اوكي مشان ينهي. راح اعمل اوكي كمان سي اس لا كرييت سيميلر. الرن سنتر هاد مثل ما انا شايف وقت عم ارسم انا الخط هذا الداش لاين الازرق موجود بالنص، فيني اعمله على الرايت او الليفت. كتير مهم اشوف الانواع اللي عندي هون. غالبا ما عم نستخدم نحن المونوليتيك 1 مونوليتيك ستيرز، هذا الكاست ان بليس. واما وفي عندي طبعا نوع ثاني بري كاست. هدول هي الانواع الموجوده عندي هون الفوق، بتعامل معهم الريفت بطريقه، وهذا الموجود عندي هون بتعامل معه الريفت بطريقه ثانيه. هو فرق بسيط ولكن هلا بنتعرف عليه. خليني استخدم واحد من هون، وخليني استخدم الكاست ان بليس. ضروري جدا اعرف انا الليفلات الموجوده عندي، اي ليفل، ليفل 1 وليفل 2. البيس اوف سيت والتوب اوف سيت اكيد اذا بدي الستيرز يكون اقل او اكثر. خليني بس اروح لعند الغي هذا الشيء، بعدين امسح هذا الدرج، اروح لعند الاليفيشنز، اخلي هذا الارتفاعات 300. اوكي راح اسوي الريجولار 1 إذا يكون عندي الارتفاع 300 ويكون عندي 20 درجة وكل درجة 15 الارتفاع تبع الرايزات تبعها. طيب راح نشوف نحن كيف بنعمل هذا الشيء. راح استخدم المونوليتيك ستير من البيس ليفل، أو البيس ليفل هو الليفل 1، التوب ليفل هو الليفل 2. مثل ما أني شايف الهايت الديزايرد وان أو المرغوب فيه هو 300 سنتيمتر. بنيجي لعند الديزايرد نمبر، هذا شيء مهم، انا قديش رقم كم درجة راح يكون عندي. انا حاليا مثل ما اني شايف على حسبة الريفت هلا راح يكون الهايت او الرايزر هايت راح تكون 17.65. اوكي اذا بوقف عليها بنشوف بالرسم شو هي رايزر، اللي هو القائم من الدرج، وهذا بنقول له النائم يعني. الرايزر وتريد انا حاليا بدي اقول له بدي 20 درجة، وبدي طبعا مثل ما انا شايف دايركتلي هو غيره ل 15، وبدي يكون الثريد يكون 30 سنتي. اوكي فحاليا من بلشت ارسم راح ارسم دايركتلي بدون سكتش. سكتش هو طريقه ثانيه. راح نرسم نحن حاليا العادي، وراح نقول له الويدث يكون 120 مثلا، والاوتوماتيك لاندنج تكون موجوده، وبدي الخط من السنتر ما عندي مشكله. راح بلش اطلع باللاين. مثل ما انا شايف في عندي رايزر كرييتد وريمينينج. الكرييتد اللي هو اللي انا عملتهم بدي 10 درجات هون، من هاي النقطة برجع ل10 درجات الباقيين. بتأكد بس دي اي من الدايمنشن الموجودة عندي هون، ممكن هاد بدي اسويه 50 سنتي مثلا،
معليش سوري، هذا خليه 50 مثلا او 30 او اي دايمنشن بدنا اياها. راح اقول له حاليا اوكي. اذا حاليا بحط سكشن اس اي، بنفتح السكشن هاد، بلاحظ عندي الريفت ما عم يوصل الدرج للليفل الثاني. هلا حاليا هذا الدرج اذا بعلم عليه موجود عندي الحسبة مظبوطة انه 20 درجة، وموجود عندي 30 و 15 رايزر وكل شيء تمام، ولكن ما عم يوصل الدرج لهون. هلا هاي الحقيقة في اكثر من حل لها، ولحد هلا ما وصلت انا للحل المرضي لإلي للاسف، لانه يعني بالعاده نحن بيكون هيك شكل الستيرز، ما بيكون في شيء زايد هون او شيء ناقص هون. فهلا نحن راح نحل المشكله باكثر من طريقه، ولكن بنشوف نحن شو بيطلع معنا شغلات تانية. طيب هلا خليني بس اتكلم عن شغله تانية وبعدين بنرجع لهذا الدرج. راح اعمل درج جديد وراح استخدم نفس المونوليتيك 1 اللي راح اعمله قبل ما نعمل درج جديد. خليني بس اعمل فلور بالليفل 2. اوكي راح اعمل اف ال فلور بهالشكل هذا. اوكي او ممكن هون بهالشكل الا اوكي. احط ممكن حواليها حيطان، اروح ممكن هيك بس بهالشكل، اروح على 3 دي اشوف شو اللي حطيته. اس دي للشيدد، اعمل ال ال للالاين هاد مع هاد، بعدين اجين ال اجين هاد مع هاد ممكن بس بهالشكل هاد. اوكي اللي راح اعمله هلا، اوقف خليني نفس شوي على اوكي على ليفل 2 بهذا المكان. اوكي تمام. طيب راح نعمل ستيرز ستير جديد، هاد المونوليتيك 1 راح اخليه نفس ما كان ستريت 1 بهالشكل اللي اوكي. بنفس الوقت دايركتلي راح اعمل درج جديد مشان نشوف الفرق بيناتهم. راح اختار البري كاست اوكي لحتى نشوف شو شو قصدنا بانه بيتعامل بشكل مختلف. راح احط نفس، خليني اتاكد انه هذا، اظن ما حطيت الاعدادات اوكي، بس بدي اتاكد انه انا عملت نفس الشيء. هاد 20 درجه و30 التريد، هاد حاليا مونوليتيك 1 للليفل الثاني 300 هيك الاوكي. اجين روح لعند ستيرز، اختار البريكاست كمان 20 درجه 30 بهالشكل نفس الموضوع الاوكي الاوكي. طيب هلا حاليا راح اعمل الاين لهيول الدرجان ال اتش ال، بس اول شيء للهيدن لاين بهالشكل هاد مع هاد. طيب راح اروح لعند امسح هدول الريلينجز اس دي للشيدد. طيب هلا حاليا مثل ما اني شايف هاد هو المونوليتيك 1 وهاد هو البريكاست. بلاحظ عندي البريكاست وصل للفلور بدون اي مشاكل، اما هاد ما وصل للفلور. هاد الستيرز معتبر انه البلاطه هي اخر رايزر، ولكن هاد معتبر انه الرايزر منه وفيه. طيب اذا بنروح لعند، انا حاليا معلم على هذا البريكاست، بروح لعند ال، خليني اعمل دبل كليك عليه وبعلم عليه مره ثانيه، بشوف في عندي هون امر الكونستراكشن موجود عندي شيء اسمه الاند وذ رايزر مش معلوم، مش معمول عليه تشيك. اوكي بحاله هاد بروح لعند دبل كليك عليه نفتحه بعدين كليك، بشوف عندي الاند وذ رايزر. هذا هو الفرق بيناتهم الموجود بالريفت. بحالة أنا بدي هذا الدرج يوصل للبلاطة، بما أنه هذا الدرج ما وصل فعليا يعني، فنحن حالتها حاليا إذا بنروح لعند هاد وبعمل لهذا الدرج روتيت ار او، بنقول له 90 درجة. سوري في شي صار. ار او 90 برو ار او، مش ديليت. اوكي 3 3 3 لل 3 دي. راح اعمل عليه الاين مع هذا الطرف بس مشان نشوف شو الفرق. مثل ما اني شايف هلا هون راح اروح لعند
امسح هذا السكشن بس نعمل واحد جديد اس اي بهالشكل مثل ما اني شايف. اوكي طيب، هلا حاليا لحل هاي المشكله في عندي اكثر من طريقه حكينا. فيني اعمل طبعا في شغله مشان نتاكد منها نحن مشان ما يعني يطلع عندي مشاكل. انا هاي الرايزر بدي اياها تم 15، انا بدي اللي فوق واللي تحت يتموا 15. اوكي فنحن شو بنعمل؟ اديت، فيني اعمل بس دراج لهي البوينت بهالشكل الا اوكي. طيب هلا حاليا صار في عندي الدرج ولا زالت الرايزر مثل ما انا شايف موجود عندي 15، ولكن شو الفرق؟ الفرق انه صار شكل الدرج في زياده هون. اوكي ف حقيقه ما عرفت يعني لاقي حل لهي المشكله، انه بدي اياك يو شيب يكون ايكوال تو اتش اذر وما في زياده او نقصان. الطريقه هي فيني طبعا فيني اعمل بس الاين، بنعدل على الشيب تبع الفلور الترم بهالشكل، ممكن اجين الاين بهالشكل. اوكي فهل حاليا صار مزبوط. طبعا الطريقه الثانيه اني اعمل لاندنج، بما انه عندي هون في شيء اسمه لاندنج ففيني اعمل له لاندنج كمان نفس الموضوع وتكون هاي القطعه هي لاندنج. ف هي يعني طريقه ثانيه ولكن نفس الموضوع راح يتم في عندي يعني مشكله فيه. ف اي دون نو هلا حاليا بال هاد كان خليني اقول كمقدمه نحن كيف نرسم ستيرز. اوكي ف لحتى بس نشوف الـ 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 المثال اللي كنت انا عامله راح سكر هاد. اوكي او قبل ما نسكره بس نروح لعند هون نفتح ستيرز اشوف حتى هاي المشكله الموجوده عندي هون اصلا بهذا الفايل. حاليا اذا بنشوف نحن الستيرز الموجوده عندي راح نروح لعند الليفل 1. طبعا الستيرز حاليا equal to each other من هون، ولكن في مشكلة هون في ال يعني صارت الإضافة من ورا مش من قدام. ولكن الشيء الغريب أنه وقت بعمل edit الستيرز بيطلع the same. فكمان هي ما لقيت إلا حل، يعني ما عرفت أنه why، أنه ليش هيك الريفت عم يتعامل مع ال مع هاد الستيرز. إذا برجع لعند المثال الأول اللي كنا عم نشتغل عليه ف بنشوف هاد، إذا بنعمل إيديت بيطلع شكله تمام مثل ما هو، بنقول له أوكي بكمل على نفس الشكل. أما هون لا، في شيء. فحتى إذا عملنا طبعا هون السكشن أنا عامله عشان اتاكد من الدايمنشن، يعني الدايمنشن هون كمان مزبوطه. ف اف سمون او حدا بيعرف ليش يعني يا ريت يفيدنا.